ساكن في اللي من اقوى الاماكن اللي عملت لهم اعلانات في الكنب العرفج. وين موقعهم؟ موقعهم في الدمام، اشرح لكم الان. هذا الان الشارع، لان في شارع الامير نايف، هذا الكوبري مال سوق التلفزيون. قبل الاشاره في مدخل كذا يدخلك على السوق، تدخلون منه يمين ويجيكم مكان عبد الله العرفج. خلينا نروح الان ونشوف وش العروض اللي عنده. فين يمين على طول يجينا عبد الله العرفج في الوجه. هذا الاعلان يا جماعه يمكن الخامس او السادس مع عبد الله العرفج، ما شاء الله تبارك الله. كل اللي تعاملوا معاهم، جودة، سعر، تنوع، خدمة ما بعد البيع، يشهد الله ان كل التعليقات اللي جتني ايجابية. كل العروض اللي قدموها من قبل كانت عروض قوية، وهالمرة كلموني قالوا هالعرض راح يكون اقوى من العروض اللي فاتت، مناسبة عظيمة يوم التأسيس، فجايبين فيها سعر مرة مرة قوي. يلا ركزوا وياي في الاعلان القادم. فرصة شراء، وأنا أقول إلحق أو ما تلحق في هذا العرض. أي طقم كنب حق 7 أشخاص مثل الطقم هذا بكم؟ ب3450 ريال. إيش رأيكم يا جماعة؟ حق 7 أشخاص، اختار أي لون، اختار أي موديل، أي موديل في راسك جيبه ونفتولك إياه ب3450. طبعا هذا العرض ما يشمل الموديلات اللي يكون فيها التخشيبة، اللي يكون فيها أخشاب، ولكن حتى اللي فيها أخشاب راح يكون عليها عرض. يعني مثل الموديل هذا اللي فيه خشب، هذا ما راح يشمله العرض، ولكن الموديلات هذه تخيلوا يا جماعة، طقم هذا الحلو ب3450 ريال، تعال اختار اللون تفصيل يا جماعة، وتعال شوف الجودة، جودة عمل. يعني هذا الطقم الفاخر يا جماعة، وين نلقى مثل هالأسعار؟ عند عبد الله العرفج. اختار لون اللي يناسبك. أحلى طقم يا جماعة، 3450 ريال. هذا الخشب طبعا اللي تشوفونه هذا، لا هذا داخل في العرض، ديزاين المغربي. ايش رايكم في الموديل الحلو هذا؟ سعر تحدي يا جماعه، 3450 ريال. على فكره يا جماعه، انا اتكلم عن شخصيا الاهل متعاملين معاهم وعندنا كنب من عندهم، 3450. تفاجئ في السعر صراحه. طيب شغلهم عليه ضمان؟ اي نعم، ضمان 5 سنوات على الخياطه، على الاسفنج، على الخشب. طبعا هذا السعر للطقم حق 7 أشخاص، لو حبينا نضيف شخص زيادة يحسبون لك بالشخص، 3450. هذا حق كم؟ حق 7 أشخاص، يعني الشخص ب 492. حبيت تزيد شخص أو تنقص شخص، يعني حبيت تاخذ طقم حق 8 أشخاص تدفع 492، حبيت لا آخذ طقم حق 6 أشخاص شيل من السعر 492 ريال. إيش رأيكم؟ الميزة حلوة. أذكركم أن هذا العرض القوي واللي أقدر أسميه الناري راح يبدأ من اليوم إلى تاريخ 10 مارس. بحط لكم الآن حسابهم بالإنستغرام، تابعوهم وشوفوا الجديد عندهم.